بائيس، صباح النور عليكم. بونجور، جود مورنين ان بونجورنو. قررت اني اشارككم انطلاقا من اليوم كبسولات صغيرة لكل تمارين الطاقة اللي نعرفها. هي تمارين خاصة بي ولكنها ناجحة 100%، 100%. يعني مستحيل أنك ما توصلش بها النتيجة. اليوم راح أعلمكم كيف تشوفوا طاقتكم. سألتوني، قلتولي كيف نرى الطاقة المشتركة بيننا وبين الآخر. اليوم راح نوريلكم كيف تشوفها بالعين المجردة، لأنه كل ما تقوى كل ما تقويت المعرفة الحسية عندكم إلا وقدرتوا تفهموا أوديوهاتي. طيب، تمرين بسيط جدا هو ما يلي، ونحبكم تكتبوا لي في التعليقات النتائج. اللي ما وصلش النتيجة أكيد فيه غلط، لكن أنا متأكدة أنه الكل راح يوصل النتيجة. التمرين هو ما يلي: تحط إيدك مقابل عينيك، يعني تمد الذراع أمام وجهك، ثم تركز النظر بدون أن ترمش إذا قدرت على أصبع واحد من بين يديك. يعني أصبع واحد في يدك تركز عليه وتبقى تشوف فيه من دون ما تغير بصرك. لاحظوا، تشوف في أصبع واحد، focus oculaire sur un seul doigt، تركيز النظر أو العين أو البصر على أصبع واحد من دون الأصابع الأخرى، أي أصبع تحبه. ثم ذلك الأصبع تبدأ تنزلوه ولكن ببطء شديد جدا، ومن دون ما تشيلوا عيونكم أو من دون ما تغيروا بصركم، راح تشوفوا هالة اليد. كل أصبع عنده هالة، ممكن تشوفوها زرقاء إذا كنتوا من أطفال الإنديغو، ممكن تشوفوها رمادية، ممكن تشوفوها بيضاء أو خضراء أو برتقالية. سأعيد: أمد ذراعي أمام وجهي، ثم أركز البصر على أصبع واحد فقط من دون ما أرمش، أصبع واحد فقط نبقى نشوف فيه، ومن دون ما أحرك بصري نبدأ نهز أصبعي، نزلوا إلى الأسفل ببطء شديد جدا. وراح تشوفوا لما تبدأوا تنزلوا أصبعكم بهذا البطء وفي الشان فيزيويل، يعني في محيط العين عندكم، راح تشوفوا كل أصابعكم أو الطاقة اللي بين أصابعكم. تشوفوا كل أصابعكم بهالتهم، هال طاقة الحياة اللي كنت نحكي عليها في كل أوديوهاتي، راح تشوفوها بالعين المجردة. إذا حبيتوا تعملوا نفس الإكزرسايز مع شخص آخر، تحطوا يد نفس التمرين، تحطي يدك بالمقابل ليد الآخر ويكون بيناتهم تقريبا 5 سنتيمتر، وتركزي نفس الشيء، تركزي على أصبع واحد فقط من يدك، وراح تشوفي الطاقة المشتركة بينك وبينه. تحياتي لكم، واكتبوا لي في التعليقات. مع السلامة أحبائي.